مباراة الأمس كان فيها أكيد دروس مستفادة. عايز أعرف منك أهم الدروس المستفادة اللي طلع بيها الجهاز الفني سواء أو اللعيبة من مباراة امبارح، وتفيدهم إيه سواء على مستوى فيتا كلاب في الدوري الأفريقي، في دوري أبطال أفريقيا، سواء على الإسماعيلي مشوار الدوري. اكيد اول درس مستفاد اللي هو الدرس الطبيعي بتاع النادي الاهلي. الاهلي ممكن يكسب في اي وقت، المهم ما يخشش فيه. طول ما انت ما بيخشش فيك انت ممكن تكسب في اي وقت، ودي قاعده في النادي الاهلي. بلس 90 دي شيء طبيعي عندنا يعني، والحمد لله متربيين عليه. هو حتى لو دخل كان واحد واحد، حتى لو دخل فيه الجون ده دايما عندك امل ان انت هترجع في اي وقت. بالزبط. وده شيء طبيعي جدا. بالزبط. والحمد لله احنا متعودين عليه. دي نمره واحد. نمره اتنين، لازم يعني من خلال متابعتي للجمهور على السوشيال ميديا، لازم الناس تعرف او لازم اللعيبه تعرف ان الجمهور ما بيفتكرش اللي فات يا كابتن. الجمهور بيبص للبطوله اللي جايه. خلاص البطوله. صحيح. اللي فاتت خلاص اصبحت في جعبتك، راح وانقضى. اصبحت في جعبتك خلاص. انت بتدور على ايه؟ انت بتدور على اللي جاي. فازاي تسعى للي جاي؟ انت لو ركزت في اللي فاتك ودخلت في بوتقه ان انت جبت حاجه قبل كده للنادي وما فكرتش في اللي جاي، صدقني الجمهور هينسى اللي فات. وفي لعيبه كتير عدت علينا يا كابتن، جابت بطولات ومشيت من النادي الاهلي ما حدش فاكرها. ده صحيح. انما اللي بيموت نفسه ستيل لحد دلوقتي هو ده اللي الناس كلها بتفتكره على طول بالخير. في فترات في مباراه امبارح ما عجبتش ناس كتير. تمام. علشان كده لازم كنت اسالك السؤال اللي احنا يمكن سالناه لكابتن عبد الله فاروق. تمام. هو المهم الاداء ولا النتيجه؟ لا، النادي الاهلي النتيجه. الاداء ده اخر الاداء والنتيجه. لا دايما الجماهير دايما الجماهير بتحب الاداء والنتيجه، ده حقهم. لكن فترات معينه في الكوره يا كابتن، في الكرة يا كابتن التلاتة بونت أهم حاجة. مفيش خلاف على كده. وإن أنا أكسب وأنا وحش، هو ده. دي الأندية الكبيرة. هو ده. إن أنا أكون سيء الأداء، ولكن أنا مش بقول على إمبارح يعني، في العموم أما أكون. صح. سيء الأداء وأعرف أكسب التلات نقاط يبقى أنا نادي كبير. صحيح. يبقى أنا نادي عنده شخصية، يبقى أنا نادي عنده روح، يبقى أنا نادي عنده قلب. ودي أهم حاجة بتميز النادي الأهلي. إنه حتى في أسوأ حالاته بيفرض نفسه. بيفرض نفسه على أي حد. بيعرف ياخد الثلاث نقاط. اعتمدنا على الشناوي، ما هو الشناوي يعتبر امبارح أحرز ثلاث أهداف. لما صد الأهداف اللي صدها دي يعتبر أحرزها. الناحية الثانية أجاييه هو اللي جاب هدفين وخلص المباراة، ما هو نجم امبارح. طبعا في عوامل مساعدة كتير، هما الاثنين دول ما لعبوش لوحديهم. ولكن إن النادي الأهلي في أسوأ ظروف ويعرف يكسب، دي ميزة مهمة جدا جدا جدا. لازم الجمهور يبقى اهدى شويه، لازم الجمهور يعرف ان الناس دي لعبت في خلال اربع شهور مباريات تقيله جدا وفي فترات قصيره، والناس دي عندها تحمل. مظبوط. اي حد في الدنيا يا كابتن بيطلع للبيك وبينزل، لازم غصب عنه اول ما يوصل للبيك او اعلى نقطه ممكن يوصلها في الرسم البياني لازم ينزل. الاستمراريه بعد ما توصل للبيك محتاجه وقت اطول، ولكن انت بتنزل مش لازم لما تنزل تنحدر. هو ده. مش لازم لما تنزل تنحدر في مستنقع، لا، لما تنزل حتى المنحنى السفلي بيبقى ما بياخدش وقت كتير. بالظبط يعني. بالظبط. او بتعلى تاني، او ارجع انزل سنه صغيره واثبت عليها. اثبت عليها. مظبوط. لحد ما ارجع اطلع تاني، انما الانحدار بتاعي ما يبقاش كبير. عشان كده لازم الجمهور يهدى على اللعيبه. في الى حد ما سوء، مش هقول سوء اداء، في ممكن اقول عدم، في تعب، في ارهاق باين على اللعيبه كلها. واضح كده جدا. طبعًا. جدا يا كابتن. فالارهاق ده هي هي هيحصل ريكفري، بس امتى؟ اصبروا عليهم اسبوعين ثلاثه. انما احنا لو ضغطنا عليهم دلوقتي احنا بنحملهم طاقه فوق طاقتهم. عشان كده لازم الجمهور يهدى شويه. انا معاهم، من حقهم يزعلوا، بس لازم يبقى في سنة. طيب احنا بنتكلم